دي طبعا يعني شطات متاخده على الهواء ولقطات من حفل التكريم. كابتن محمود الخطيب شارك بنفسه في حفل تكريم رجال وسيدات كره السله وناشئين ومرتبط فتيات وشباب كره السله وبرده كره الطائره سيدات والسكواش ايضا. الحقيقه لمسه جميله زي ما احنا شايفين حفل تكريم ووجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كقيمه كبيره في هذا الحفل الحقيقه بيديله يعني زي ما بيقولوا اهميه وبيحط عليه الضوء بشكل كبير. كابتن محمد يمكن راي حضرتك برضو على هذا الحفل. والله انا ممكن من ساعه ما كابتن محمود الخطيب مسك من بعد الانتخابات هو ما بيتناوش في ان هو يبقى متواجد في اي حفله او في اي دعوه بالنسبه للفرق، وعلى تواصل دايم بين الالعاب كلها بحيث ان هو كله بيصب في مجلس الاداره. صحيح. والقرارات اللي بتطلع برضو من المجلس بتبقى قرارات مدروسه، برضو ما بيتكلموش فيها غير عن طريق الناس اللي هي متواجده في الالعاب الجماعيه او الفرديه، وبيوصل لهم كل حاجه بصراحه. يعني انا شايفه ان هم ليهم دعم في حاجات كتير من ساعه ما مسكوا، ويمكن اول حاجات ظهرت موضوع السيد الاهلي برضو كان عليه عامل كبير قوي ان هو يبقى في الفتره ديت وفي اول تولي مجلس الاداره في الفتره دي، وفي مده بسيطه يقدروا ان هم يعملوا حاجه زي دي. دي حاجه كويسه طبعا. انا اقول لحضرتك حاجه بامانه برضو عايز اخد رايك كابتن خالد. يمكن دايما احنا طبعا كابتن راني علواني او الدكتور راني علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي برضو متواجده في الحفل، شفنا الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس المجلس بالكامل موجود. خليني برضو اقول لكابتن خالد حاجه، يعني دايما يعني جرى العرف ان التكريم بيكون في نهايه الموسم بعد نهايه البطولات، ولكن سرعه التكريم الحقيقه دي كانت رساله واضحه. يعني انا برجع اقول انه انت مش بس الرساله بتوصل، توقيت الرساله نفسه ان اللي يعني زي ما بيقولوا الرساله لما بتوصل في توقيت معين ما استنى ناصر زهران كابتن ناصر زهران المدير الفني كابتن جوهر نبيل ايضا عضو مجلس اداره. خليني اقول لحضرتك انه الرساله توقيتها حلو ان ما استنيناش لنهايه الموسم من يعمل ويجد يعني لرفع اسم النادي الاهلي مجلس اداره فورا بيقرروا. اتفضل. هو تصوري لحفل التكريم ده ان كابتن محمود الخطيب كان في الحمله الانتخابيه بيقول تاريخ القيم التطوير. فالحفلة دي لو لاحظت حضرتك لما دخل هو شايف بيسلم على واحد واحد. صحيح. هو بيرسي قيمة معينة، القيمة دي اللي بيرسيها لأن هو دي. أنا في أثناء الانتخابات كنت بقول إن النادي الأهلي نادي قيم، فالنهاردة هو داخل في الحفلة وبيسلم على واحد واحد فيه، هو بيرسي قيمة مهمة اللي هي إن النادي الأهلي أسرة واحدة. صحيح. وبالتالي مجلس الإدارة مش بمعزل عن الفرق ومش بيركز في كرة القدم فقط، والنادي الأهلي مش كرة بس، لا ده بقية الألعاب، وبيقدر يتواصل معه بشكل مهم في توقيت مهم، لأن دايما الإحساس لما أنت تكون جوه النادي وبتحس إن مجلس الإدارة ورئيس النادي في ظهرك ووراك وبيدعمك أكيد إن أنت بتخلص في العمل. وخليني برضو اقول لحضرتك حاجه برضو، يعني وجود المجلس بالكامل مش كابتن محمود الخطيب بس، شوفنا كابتن خالد المرتجي كابتن خالد درندلي، يعني وجود المجلس بالكامل برضو رساله، يعني لم تمام. يعني يتاخر احد عن تكريم الفرق، دي برضو رساله مهمه. تمام. هي طبعا ما فيش شك ان كل الانشطه اللي بيقوم بيها المجلس سواء من ناحيه تطويريه او من ناحيه الاسره الواحده وارساء القيم دي بتلم شمل المجموعات المختلفه في النادي عشان يبقى في اداء احسن وفي تطوير احسن وفي وصول وفي هدوء وفي استقرار وفي ثقه، دي اللي بتدي النتائج وبتدي التالق في الاخر في الابهار في النتيجة. صحيح. وخليني برضه أقول حاجة تانية من ضمن الرسائل، يمكن يعني كابتن محمد معايا، يمكن الروح الجميلة اللي قال عليها كابتن خالد، الروح الموجودة في الحفلة، إن يعني الكل يحس إن هو صاحب الحفلة، يعني مش بس يعني مش قصدي أقول كله بيتساوى، كله موجود، كل حاسس بروح جميلة، النادي الأهلي بيكرمنا. والله هو اللي باين كمان إن فعلا دي الحاجة الكويسة اللي مجلس الإدارة بالكامل موجود في الحفلة دي، بتدي مدلول إن كل حاجة ما هم على علم بيها. يعني يكون ان يبقى في فرق بتتكرم بالشكل ده ومجلس الاداره بالكامل موجود، ما فيش حد مش موجود في الحفله،
ده يدي انطباع كويس طبعا للفرق، والفرق اللي هي لسه ما حققتش ان هي تبقى موجوده مكان الفرق دي. وزي ما قلت لحضرتك هو التوقيت يعني مجلس الاداره لم ينتظر كابتن رؤوف عبد القادر استاذ محمد الجرحي طبعا رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطولتي افريقيا طبعا للطائره اللي جايين هو كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. الحقيقه برضو عايز اقول ان طبعا استاذ ضماطي كان موجود في الحفل، مش عايز يعني نقول كل المجلس بكل يعني زي ما بيقولوا افراده موجودين في هذا الحفل، شايفين حتى الحفل ما انساش يكرم الناشئين يا كابتن. تمام. يعني ما اكتفاش بتكريم الدرجات الدرجه الاولى، لا الناشئين حتى بيكرموا. لا طبعا، ما هو انت القيمه ايه؟ ان انت قدوه لهذا العمل، عشان تكون قدوه لهذا العمل لازم انت عشان تقود الاسره الواحده بتعمل لم شمل دي قياده. يعني احنا بنقول ايه؟ ان مجلس الاداره مش بس بيدير النادي، مجلس الاداره بيقود النادي، فعشان تقود النادي لازم يبقى فيه قيم مؤثره داخل النادي بيأكد عليها، الكل بيأكد عليها من اصغر قطاعات الناشئين لغايه الفريق الاول، ومش بس في لعبه واحده، لا في كل الالعاب. فكده يعني دي هي الرساله. وخلينا برضو يا كابتن أكد كلام حضرتك أنه التكريم ده جاي بعد جهد وعرق من فريق السلة رجال وسيدات بدوري المرتبط، وفريق الطايرة سيدات بالبطولة العربية، والسكواش طبعا على رأسهم مصطفى عسل والمدير الفني كابتن ناصر زهران لبطولة بريطانيا المفتوحة. خليني أقول برضو حاجة مهمة، ده رسالة أيضا لأن النادي داخل على بطولات مهمة جدا. عندنا 5 بطولات أفريقيا ستقام على ارض النادي الاهلي في الجزيره، بطوله افريقيا رجال وسيدات ادي 2، عندنا بطوله كاس السوبر كره اليد، عندنا رجال وسيدات ابطال الكؤوس كره يد. الحقيقه 5 بطولات، فدي رساله برضو للاعبين واللاعبات، ورساله ايضا للاجهزه الفنيه، شد حيلكم يا جماعه. النادي الاهلي يعني دايما عنده طمع للبطولات، متشوق للرياده.